الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله كتاب الآداب، ثم بوب رحمه الله باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه. وهذا على ما رجح الإمام، على أنه على التحريم وليس على الكراهة، أنه محرم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى أبو زكريا النيسابوري، وأكثر عنه الإمام مسلم كما بينا قبل ذلك كثير، روى له البخاري ومسلم وداود والنسائي والترمذي. قال قرأت على مالك، لكن النجم كما قال الإمام الشافعي أنه إذا ذكر الحديث فمالك النجم، روى له الجماعة صاحب الموطأ وهو أيضا صاحب المذهب. عن نافع، النافع، نافع مولى ابن عمر، وهو من الزهاد، من الاتقياء، الاخفياء، من العباد، من الرفعاء، وهو من احفظ الناس عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. ولذلك كان الامام البخاري يرى ان سلسله الذهب مالك النافع عن ابن عمر، روى له الجماعه. عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه هو سيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من السبع المكثرين، بل هو من سادات المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر هو الاثري الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما راى الرؤيا اولها النبي صلى الله عليه وسلم وقال نعم العبد، قال لو كان له من الليل، فكان يقوم من الليل ولا يترك، رضي الله عنه وارضاه. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان ثلاثه فلا يتناجى اثنين دون واحد، فلا تناجى ايش؟ فلا يتناجى اثنان دون واحد. قال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبو شي بن أبي شيبة صاحب المصنف كما بينا قبل ذلك كثيرا، وأكثر عنه أيضا الإمام مسلم في ثلاثة، يكثر عنه الإمام مسلم في الصحيح أبو بكر بن أبي شيبة كما مررنا الآن، أنت تتدرب ضربة وممارسة الآن، وأيضا يحيى بن يحيى وإيش؟ ها، وأبو خيثمة زهير بن إيه؟ بن معاوية. نعم. قال حدثنا محمد بن بشر، حدثنا محمد بن بشر وهو من رجال الصحيح ايضا من ثقات الاثبات. وابن نمير، ابن نمير هو محمد بن عبد الله بن نمير، كثيرا ما يروي عن ابيه، روى له الجماعه. ح قال وحدثنا ابن نمير، محمد بن عبد الله بن نمير، قال حدثنا ابي، ابوه هو عبد الله بن نمير هو اوثق من ابنه، ثقه ثبت، روى له الجماعه. ح قال وحدثنا محمد بن المثنى، ابن المثنى من ثقات الاثبات، شيخ الاصحاب الكتب السته، روى له الجماعه. وعبيد الله ابن سعيد، وايضا من رجال الصحيح هو مقرونا به. قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد، يحيى هو ابن سعيد القطان، وهو من ثقات الاثبات، شيخ الامام احمد، كان يقولون راينا احمد بن حنبل ويحيى بن معين وابن المديني يقفون امام يحيى بن سعيد القطان مسندا ظهره الى الاسطوانه كانهم تلاميذ صغار امام شيخهم، وهذا من باب الاحترام والتوقير والتبجيل لشيخهم. ويحيى بن سعيد القطان كان صاعقه في الحفظ، قال عنه الثوري شيطان، يعني من شده حفظه واتقانه، وكان متشددا في الجرح والتعديل. نعم. كلهم عن عبيد الله، عبيد الله وعبد الله بن عبيد الله هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب، ابن حفص بن عمر، عبد الله بن عمر بن الخطاب، عبيد الله ثقه ثبت، روى له الجماعه. ح قال وحدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد البغلاني، كما قلنا ما في أحد اسمه قتيبة من أصحاب الكتب الستة إلا قتيبة، وروى له جماعة. وابن رمح، محمد بن رمح مر علينا كثيرا أيضا من رجال الصحيح، ثقة ثبت. عن الليث بن سعد، الليث بن سعد الفقيه المحدث الثقة الثبت الحافظ الجواد الكريم مفخرة المصريين، الإمام الليث بن سعد، روى له جماعة. ح قال وحدثنا أبو الربيع، أبو الربيع هو سليمان بن داود العتكي الزهراني، ثقة ثابتة، روى له الجماعة. وكامل الجحدري أيضا مقرونا به من الثقات من شيوخ الإمام مسلم. وأبو كامل قال حدثنا حماد، عن قال حماد، حماد وحماد بن زيد، حماد وحماد بن زيد الثقة ثابتة، روى له الجماعة. عن أيوب، أيوب ابن أبي تميمة السختياني، وأخذ عليه كما قلنا الإرجاء، لكنه من الثقات الأثبات من الفحول، كان تقيا نقيا عابدا، روى له الجماعة. ح قال وحدثنا ابن المثنى، محمد بن المثنى رضي الله عنه وارضاه من الثقات الاثبات كما قلنا ومر علينا، روى له الجماعه. قال وحدثنا محمد بن جعفر، ابن جعفر غندر ثقه ثبت، وهو من اصح الناس كتابا عن شعبه، ثقه ثبت، هو اصح من اصح الناس كتابا عن شعبه. قال حدثنا شعبه، شعبه، شعبه وهو الذي اطلق عليه غندر، شعبه امير المؤمنين في الحديث، الثقه الثبت، وكان منصفا، ارايتم ما راينا الانصاف في هذا الزمان، خلاص كل واحد طالع يقول انا 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 وانتهى الامر. شعبة
وهو امير المؤمنين في الحديث شعبه الذي قال يعني ايحسب احدكم ان يدلس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وانا حي بين اظهر الناس؟ ثم قال شعبه ان اختلفت انا والثوري فخذوا بقول الثوري فهو احفظ مني. وهو امير المؤمنين في الحديث، الانصاف عزيز. قال سمعت ايوب بن موسى. نعم، ايوب بن موسى ايضا من رجال الصحيح. كل هؤلاء عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث مالك. قال الامام مسلم حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه. مر علينا اكثر عن الامام مسلم من صاحب المصنف. وهناد بن السري. بهناد بن السري وهناد من الثقات الاثبات ايضا من رجال الكتب السته. قال حدثنا ابو الاحوص. مر علينا. عن منصور ابن المعتمر. نعم نعم. حاء قال وحدثنا زهير بن حرب. ابو خيثمه اكثر عنه الامام مسلم كما بينا كثيرا. وعثمان بن ابي شيبه. هو اخو ابو بكر، اخو لابي بكر ابن ابي شيبه. عثمان بن ابي شيبه قيل عنه انه ما كان يحفظ القران، وهذا كلام الذهبي رده ولم يقبله، وهذا الصحيح، هذا صحيح يعني يحفظ هذه الاحاديث بهذه القوه ويحفظ القران، هذا امر غريب، وهو ثقه ثابته رواه له الجماعه. وإسحاق بن إبراهيم مقرون أيضا، إسحاق بن إبراهيم وابن راهوي فقيه خراسان، قرين الإمام أحمد، شيخ الإمام البخاري، يعني لم يفعل للأمة إسحاق بن راهوي لم يفعل للأمة إلا إخراج مثل البخاري لكفى. واللفظ لزهير قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا جرير جابر بن عبد الحميد الضبي. نعم. عن منصور بن المعتمر، وهم من الثقات الأثبات من شغل الكتب الستة. عن أبي وائل. من أبو وائل؟ مر علينا كثيرا. ومن أهم الكلام على أبي وائل أن الأعمش إذا روى عنه حتى رب العنعنة تمر. ها، طب ذكوان الزيات اسمه إيه؟ لقبه إيه؟ كنيته إيه؟ بتفكر؟ طب انا اعطيك شيء، ابو وائل هذا مخضرم. زياده عندك شويه. ايش المخضرم؟ تعرف المخضرم ولا ما تعرفوش؟ صحيح. يعني شوف هذا جميل، لكن هو لم يحظى بشرف النظر للنبي صلى الله عليه وسلم، ذلك لم يكن صحابيا. ابو وائل هو شقيق ابن ايش؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. عن عبد الله. نعم، عبد الله هنا وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتنازى اثنين دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن يحزنه. قال الإمام مسلم وحدثنا يحيى من أجل أن يحزنه. عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتنازى اثنين دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه. هو كان في باب أغفله الإمام النووي، باب الكلام على الشعر وإنشاد الشعر قبل الطب وقبل الكلام على الطب والمرض والرخ. عامة إن شاء الله نأتي بها لنكمل الباب تماما. أولا هنا نرى الشريعة الغراء، يعني تحرص كل الحرص على ألا يدخل الحزن لقلب المسلم بحال من الأحوال، وهذه كما قلنا تبين لك كيف هذه الشريعة الغراء وأنها صلاح لكل زمان ومكان، وأن هذه الشريعة الغراء هو صلاح الإنسان، فلاح الإنسان، النعمة المحيطة بالإنسان في حياته، في موته، قبل موته، في حياته الأسرية، في بره بأهله، لا يجدها إلا في هذه الشريعة الغراء، فهي تمنع كل حزن يدخل على الإنسان. ولذلك أنت ترى النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن العلة الأكيدة الأصيلة الرئيسة في هذا الباب هو أنه لا يجوز لأحد أن يعني يدخل الحزن على أخيه ولو كانت بالمناجاة أو بالنميمة والغيبة كما سنبين. إذا كان هذا أصل من أصول الشرع فإن أيضا بضدها تتبين الأشياء، فإن من أصول الشرع أن من أعظم الطاعات ومن أصلح الصالحات ومن أرفع الدرجات إدخال السرور على المسلم، هذه من أفضل العبادات. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويحث الناس كثيرا في مواضع كثيرة من السنة على هذا الباب، وهو السعي الحثيث في إدخال السرور على المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، لم الأمر هو الآن، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول قولا فصلا إني أؤخر العطاء ليشفع أحدكم،
حتى يؤجر. قال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه، يدربهم على ذلك، اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. وانت تنظر ايضا كيف ان الصحابه رضوان الله عليهم كانوا يفعلون ذلك سراعا لهذا الباب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسعى سعيا حديثا لادخال السرور على كل المسلمين، فانه توسط لابي طيبه الحجام حجم النبي صلى الله عليه وسلم، فان النبي صلى الله عليه وسلم قد اعطاه اجرا، ثم وصى اولياءه، ثم ايضا وصى لخطبته ولزواجه. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم لما حث الأمة على هذا الخير العظيم بإدخال السرور على المسلمين، ترى الصحابة كانوا يتسارعون ويتنافسون في ذلك. مر النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر في ليلة، فوجدوا ابن مسعود أو سمعوا ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقرأ القرآن يرتل، ورفع يديه يدعو الله جل في علاه، فوقف استوقفته القراءة، استوقفت النبي صلى الله عليه وسلم، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى ابن مسعود ويقول سل ابن أم عبد تجب، سل ابن أم عبد تجب، سأل ابن أم عبد تجب. فالنبي أبو بكر رضي الله عنه سمع ذلك من النبي، وأنت تعلم كما قلنا تربى على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم لإدخال السرور على المسلمين، فأسرع أبو بكر إلى ابن مسعود ليبشره، وكان قد أسرع عمر يبشره، فقال سبقك بها أبو بكر، فقال يا عبد الله بن مسعود إن النبي صلى الله عليه وسلم مر وسمعك وأنت تقول، فقال سأل ابن مسعود ماذا كنت تقول، فكان يقول اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ويقينا وأسألك جنة الخلد أو مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد. الغرض المقصود بأن إدخال السرور على المسلم كان من سيام هؤلاء الصلحاء النبلاء الرفعاء، وكانوا يسعون سعيا حديثا في إدخال السرور على المسلمين. أنت ترى الرجل الذي جاء مسرعا إلى كعب بن مالك ليبشره بأن الله تعالى قد أنزل توبته من فوق سبع سماوات، وقام حتى طلح الخير، قام يتهلل فرحا بوجود وبقدوم كعب ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه. فهذه من الأصول التي يعني غابت عنا في هذا الزمان، وهو السعي الحثيث لإدخال السرور على المسلمين وإبعاد الحزن عنه. ومن الحزن الذي يقع على الإنسان شماتة الأعداء، نعوذ بالله من الخذلان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما كان يتعوذ منه يتعوذ من شماتة الأعداء، من سوء القضاء ودرك الشقاء وسوء الأخلاق، كان يتعوذ أيضا من شماتة الأعداء. وأنت ترى يعني كان سلم ينأى بنفسه وبأصحابه جميعا على أن يتقع الشماتة من الأعداء في النبي سلم. لما ذهب إلى مكة ليعتمر وهو يطوف، سمع بعض القوم يقولون جاءكم أقوام قد أصابتهم حمى يثرب لا يستطيعون التحرك، فقال سلم أمرهم بإيش؟ بالرمل. وهذا الرمل مع أن ما بهم بالجلد، لكن أمرهم بالرمل من أجل أن ينكأ في أعداء الله جل في علاه، ولا يجعل الشماتة تظهر على هؤلاء أو على المسلمين. الغرض المقصود أن هذه الشريعة الغراء ما تركت سببا قط يعني يكون فيه الألفة والتحاب والتواد والتآخي وإدخال السرور على المسلمين إلا وقد أمرت به، وما وجدت وسيلة إلى الحزن وإفساد ذات البين إلا قطعتها وحسمتها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل حزن على أخيك بأن تناجي غيرك، تناجي رجلا آخر وهو معك يحسب أنك تتكلم عليه. المسائل التي تتعلق بهذا الباب، مسألة الأولى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن كنتم أكثر من ثلاثة، فقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الواحد، إن كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الواحد. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن هذا من أجل أن هذا يحزنه، الأول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى، إذا كنتم ثلاثة هذا خبر، والعلماء يقولون هذا خبر بمعنى الإنشاء، كقول الله جل وعلا في المطلقات والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني تربصنا بأنفسكنا ثلاثة قروء، خبر، هو خبر لكنه خبر يراد به الإنشاء، يعني السلام يقول أأمركم إن كنتم ثلاثة فلا تنجى اثنان دون الواحد. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية إذا كنتم ثلاثة فلا تنجى اثنان دون الواحد، هذا منطوق، هل له مفهوم؟ بمعنى لو كنتم أربعة فليتنجى ثلاثة دون الواحد، لأن المسألة مسألة تخصيص على الثلاثة فقط، يعني هذا العدد مراد، المفهوم مطروح أم المفهوم معتبر؟ الصحيح أن المفهوم أصالة معتبر، يعني هذا المفهوم حجة شرعية، وهذه من دلالات اللفظ، وهذا السنة تبين ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عمر رضي الله عنه أرضاه ويقرأ قول الله جل في علاه ولا جناح عليكم أن وإذا ضربتم في الأرض فلا جناح عليكم أن تقصروا من صلاتي إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقال يا رسول الله ما لنا قد أمنا، يعني لأن الله اشترط، قال إن خفتم من الذين كفر، قال ما لنا قد أمنا ونحن نقصر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره على الفهم، لأن هذا استدلال بالمفهوم، مفهوم كلامي على المفهوم، مفهوم أنت متغيب، أنت أنا بقيت لك النية، ما لا تحسبني أنسى أنا يعني أنا إيه تركك كده للنهاية، مش فاهم كمان
ما هو مش منضبط الفهم معك لتغيبك. السلسلة هكذا، شوف أنت لما تضيع الجزئية الأولى لابد ينفرط العقد. قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن أهو شرطية، إن خفتم أن يفتنا. طب إن أمنا القصر، إذا خفت من الفتن، طب إذا أمنت ماشي في طريق أمان، أنت اللي تمتلك الطريق، تقصر ولا لا تقصر؟ مفهوم المخالفة يقول أنك لا تقصر، لأن القصر مرهون منوط بإيش؟ إن خفتم، صحيح ولا لا؟ فلما قال ذلك النبي أقره النبي على الفهم، أقره أن المفهوم هنا لا يعمل به، لكن هو إيش قال بأن سلم؟ أجاب بإجابة أخرى، قال: صدقة تصدق الله بها عليك فاقبلوها. مفهوم؟ يبقى عندي منطوق أقوى من هذا المفهوم طرحه، فقال صدق صدق الله. هنا أيضا نفس الحكاية، النبي سلم يقول: إذا كنتم ثلاثة فلا تزيد اثنان، طب لو كنتم أربعة؟ هنا التقييد بإيش؟ بالثلاثة. المفهوم هنا غير مراد، المفهوم هنا غير مراد، لأن هذا على الغالب، المفهوم هنا غير مراد، يعني لو كنتم أربعة لا يتنجى ثلاثة وتتركون الواحد، إن كنتم عشرة لا يتنجى تسعة وتترك الواحد، إن كنتم عشرين لا يتنجى تسعة عشرة وتترك واحدا. هذا ظاهر جدا في هذا الباب. إذن المفهوم غير مراد، والألم والكلام على المطلوب على المنطوق بأنه على الغالب. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فلا يتناجى، فلا يتناجى، لام لأن هي هنا على التحريم وليست على الكراهة، لام على التحريم. وإن كان هذه المسألة خلافية، بعض العلماء يقولون الأمر على ما هو عليه أو النهي على ما هو عليه على بابه أنه على التحريم لكنه منسوخ. بعض العلماء قال التناجي كان في بادئ الأمر وثم نسخ بعد ذلك، كان في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك، وهذا الكلام فيه ضعف شديد، بل ممكن أن نقول بأن هذا شذوذ. ولو أطلقنا الإجماع على التحريم وأنه باقي إلى يوم الدين لقلنا لما أبعدنا، لكن هو حقا الخلاف ورد عن بعض العلماء، لكن اتفاق جماهير أهل العلم على عدم جواز التناجي، أن يتناجى اثنان مع ترك واحد يعني يحزن في ذلك، لا سيما أن العلة متمكنة. هناك لو سألت وليمة نقول لأن العلة متمكنة، ما العلة؟ قال مثلا من أن قال من أجل أن ذلك إيش يحزنه، هذا يجعله حزينا، هذا يحزنه يعني يجعله حزينا. لذلك العلماء قالوا العلة متمكنة في هذا الباب، فكل أمر يصل بالحزن للإنسان فلابد أن ينأى به المرء. فإن كانت العلة متمكنة فالحكم يدور معها حيث دار، فأنت في أول الإسلام إن تناجى اثنان دون الواحد فإنه يحزنه، وأيضا إن تناجى ثلاثة دون الرابع فإنه يحزنه، إن تناجى خمسة دون السادس فإنه يحزنه. فالحكم دائر في أول الإسلام وفي وأيضا إلى يوم أن تقوم الساعة، لأنه يدخل الحزن على الإنسان ما دامت العلة موجودة فالحكم أيضا يكون موجودا. وهنا الكلام على الحزن فيه إشارة على أنك لابد أن تطرح كل أمر يوصل الحزن لأخيك، لأنك الأصل فيك التواد والتآلف والتحابب بينك وبين أخيك، كونوا عباد الله إخوانا. فكل أمر تتصل به إحزان الأخ أو دخول الحزن على قلبي فإنك ممنوع منه بل محرم عليك. ولو ضربنا أمثال على ذلك كثيرة، منها الغيبة، الغيبة تحرم، لأنه لو علم أنك تكلمت عليه وانتقصت من قدري فهذا يدخل عليه الحزن، فهو محرم من أجل ذلك، مع أن عندنا الدليل مستقل بأن مسلم بيّن أن الغيبة محرمة. وقال الله جل في علاه، قال الله جل في علاه: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم. فهو هناك حديث مستقل على التحريم، لكن من هذا الحديث أيضا يمكن أن تستنبط الحرمة، لأنه يدخل الحزن على أخيك. وإن قلنا الغيبة تدخل الحزن فالنميمة من بابي أولى، لأن الغيبة تدخل حزن لأنه فيه انتقاص من قدر الإنسان، أما النميمة هي فيها انتقاص وفيها أيضا فساد ذات البين بينك وبين أحبائك. ولذلك كانت النميمة كما قال علماؤنا ما يفعله النمام أشد ما يفعله السحر، ما يفعله النمام في دقيقة أشد ما يفعله السحر في إيش؟ في شهر كامل، لأن النمام لما يمتلك الأذن انتهى الأمر، يفعل أقوى ما يفعله الساحر. ولذلك الإنسان قال لا يدخل جنة قتات، يعني لا يدخل جنة إيش؟ نمام، نعوذ بالله من الخذلان. وأيضا بأن تبخس حق أخيك أو تغرر به أو تغبنه، فهذا أيضا يدخل الحزن. أو أنك تشمت فيه وتقول يا ضال يا مضل وأنت ضللت وأضللت، فهذا إظهار الشماتة دلالة على ضلالك أنت، وأنت تظهر الشماتة على أحد، فإظهار الشماتة إدخال الحزن أيضا
على الآخرين، ولو كنت من أظلم الناس، ولو كنت من أضل الناس، ولو كنت من أبدع الناس، من ابتدع من الناس، يعني لو كنت أهل بدعة، ولو كنت طائفة فيها ضلال، لا يجوز إظهار الشماتة ما دمت مسلما، ما دامت دائرة الإسلام تأخذك فلا يجوز إظهار الشماتة بحال من الأحوال. أما إن كان مبتدعا ضالا وهو يعني يرفع بدعته وينادي عليه ويؤصل لها ويدعو لها، هذا أمر آخر، هذا أمر آخر، لأنه يمكن أن يعامل معه بهذه أيضا بقدرها حتى تكسر الأسوة فلا يأتسي به الناس ولا يغتر به الناس. أما إن كان رجلا عابدا يتعبد لله فعله، أخطأ أم أصاب، ضل أو ما أضل الطريق بجهل منه أو بجهالات، لا يجوز لك أن تظهر الشماتة، لأنك بإظهارك للشماتة اتخذته عدوا وأنت صرت له عدوا، وهذا ليس من حال المسلمين، ليس من حال المسلمين أن يتخذ السبيل والوسيلة التي تؤدي به إلى عداوة المسلمين. كونوا عباد الله إخوانا. ولذلك الرسول يقول وشماتة الأعداء. يبقى إذن بيّن السلام من هذا الدعاء بأنه لا يشمت في مسلم إلا عدو، لا يشمت في مسلم إلا عدو. ابن تيمية أهل البدعة بعدما هو يعني جعل بدعهم تنهار وتتهاوى وتتآكل، وقد يعني ألبوا عليه الولاة، وقد اجتمعت كلمتهم على ابن تيمية، ومع ذلك لما مات قائدهم ومات عالمهم ذهب ابن القيم قال أبشر يا إمام، أبشر يا إمام، مات فلان، كان حاسدا، كان حاقدا، كان عدوا حقا لابن تيمية. ومع ذلك لما جاء ابن القيم يبشر ابن تيمية مات فلان، فقال كيف تقول بهذا، ورد عليه وأنكر عليه إنكارا شديدا أن يظهر الشماتة في رجل وكان مبتدعا، هذا بدعته كانت ظاهرة، فرد عليه إنكارا ابن تيمية، ثم ذهب قال أرني بيته أين، وذهب واعتنى بصغاره وأطفاله، ذهب واعتنى بصغاره وأطفاله. هذا هو الدين، هذا هو العلم. ذلك كما قلت، ما دام الجهل مركبا، ما دام الذين يجرون بالسلاسل أفواجا، لن تجد صلاحا بحال من الأحوال. لذلك لابد أن تتفتح الأذهان والعقول بالعلم حتى يعلم الصائب من المخطئ ويعلم الحق من الباطل فلا يعمى عليهم. فإظهار الشماتة هذا إظهار إيذاء للمسلمين، وهذا لا يجوز، لا يجوز بحال من الأحوال. هذه تدخل أيضا وتستقى من هذا الحديث عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم بأنه قال من أجل أن ذلك إيش يحزنه، من أجل أن ذلك يدخل على أخيك الحزن، ولو كان ضلا، ولو كان ضلا تتمنى له بعين الرحمة الهداية. طب لو كان مبتدعا كنا نفرق، لو كان مبتدعا ضالا يؤسس البدعة ويحارب من أجلها ويؤصل لها ويدعو لها، هذا أمر آخر، هذا أمر آخر، لأنه لابد من كسر البدعة، لأنه ما نبتت بدعة وظهرت إلا وأماتت سنة. فأعداء السنة المبتدعة، ولذلك الإنسان يقول يوم القيامة بعدا بعدا، سحقا سحقا لمن بدل بعد، هذا أمر آخر. لكن أيضا هذا باب لابد أن نتكلم فيه، ألا وهو عدم إظهار الشماتة في أي أحد قد زل، لأن هذا يدل على الجهل أولا، ويدل أيضا على عدم رقة في الدين، هذه رقة في الدين، لأن أصالة أنت مع كل مسلم، أي مسلم بتنظر له بعينين جميلتين، لكن هذا عوار، كل إنسان في طرف ينظر بعين عوراء يضيع، بعينين جميلتين، بعين الشرع وعين القدر. بعين الشرع لما يقع مخالفا للشرع خذ على يديه قل خالفت الشرع والدليل 1 2 3 4، وبعين القدر ترحمه وتحسن إليه وترفق به وتدعو له وتحاول أن تدعوه إلى حضرة السنة والطريق المستقيم القويم إذا كان قد اعوج عن هذا الطريق. هذا هو أصل المسلمين، هذا أصل الإسلام، حالة وحيدة فقط تراها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شديدا جدا فيها، هي مسألة سب النبي صلى الله عليه وسلم، الكفر المبين فقط. النبي صلى الله عليه وسلم لا هوادة في هذا الباب، لأنه إسقاط النبي إسقاط لكل دين الإسلام، فلابد الوقوف وقوفا تاما، وأي شيء آخر كان سلم يغفره. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الذين خلفوا وجاءوا كعب بن مالك يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله والله أنا لو أردت الخروج لخرجت، قد أوتي جدلا وفصاحة وبلاغة، لكنه علم أن الصدق من جاء، صدق النبي، ثم الثاني الثالث جاءوا الثلاث واثنان بدريان، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى أن ينزل الله فيكم أمرا، فأمر الصحابة بهجرهم. وانظر النبي صلى الله عليه وسلم طبق إيش؟ طبق الشرع، عشان ننظر للعينين، طبق الشرع بالهجران، طيب وبالهجران تطبيق الشرع، لأنهم قد أخطأوا خطأ ليس تأويلا، خطأ ظاهرا مخالفة وهي كبيرة، والحمد لله أنها ليست تولي أي مزحف،
لكنهم ايضا خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم وفعلوا فعل المنافقين وتقاعصوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبق الشرع بالهجران جيد، وهذا الهجران طبعا اتى بفائده، لو الهجران في هذا في هذا في هذه الازمنه لا ياتي بفائده لا يجوز عامه بالهجران، هذا عين الشرع. وان سالت فسال عن عين الايش، عين القدر، انظر عين القدر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتلمس ويسال عن كعب بن مالك ويسال عن الاخر ويسال عن الثالث، وكعب بن مالك وهو يصف يقول فكنت ادخل فاسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وانظر الى شفتيه هل حرك شفتيه ام لا، فقال كنت اصلي فارى النبي صلى الله عليه وسلم يرمقني. شوف رحمه رحمه بي بينظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه، وهو يعلم ان نجاة هذا كعب بن مالك نجاته لا تكون الا في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وينظر الي، فاذا سلمت وانظر اليه فلا ينظر الي، ويسال عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وبعث اليه وقال ان يعني ابتعد عن امراتك اطلقها، قال ما ادري، النبي صلى الله عليه وسلم قال بذلك. حتى ان كعب بن مالك لما تصور رسول الى ابن عمه قال ما اريد منك الا شيئا واحدا، قال ما تريد؟ قال الله، اما تعلم اني احب الله ورسوله؟ قال الله اعلم. فبكى بكاء شديد جدا كعب بن مالك، لكن الكل ينظر اليه نظر العين وعين عين عين القدر وعين الشر. لذلك لما نزل من فوق سبع سماوات نزلت التوبه، الكل قام مسرعا متهللا فرحا بذلك. لما تسعد بهلاك الاخر؟ لما تتمنى هلاك الاخر وتحاول ان تظهر ذلك؟ هذه رقه في الدين، هذه رقه في الدين. لا يمكن ان الانسان يشمت في اخيه المسلم بحال من الاحوال، وهذا لا يدخل عليه هو الحزن فقط، لا يدخل على اخرين الحزن، هذا ليس من الدين. من الدين ان كل مسلم انت تخشى عليه وترحمه، كل مسلم لا استثناء، كل مسلم تخشى عليه من المظالم، كل مسلم تخشى عليه من الحزن والهم والغم، كل مسلم تخشى عليه ان يموت بغير خاتمه الصلاح. هذا الذي هو الاصل الذي لابد ان يكون في قلبك، هذا اصل الدين الذي تتربى عليه، هذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في تربيه اصحابه. رأيت قام رجل يقدح في عرض ابنته وهو أصلح الصالحين وأعظم الصالحين وأعظم الناس قدرا عند رب الناس، وهذا ليس من عندي نفسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما طلعت الشمس بعد الأنبياء والمرسلين على خير من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، مصطح يتكلم في عائشة، هذه عرض النبي وعرض أبي بكر وعرض عائشة، وقد خاض مع الخائضين. قام أبو بكر المسألة عرض ابنته ليست بالهينة، قام أبو بكر قال والله لا أنفق على مصطح، لا والله لا أنفق على مصطح. ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ العتاب جاءه من وين؟ من وين؟ من فوق سبع سماوات. هكذا تنظر للمسلم، كل المسلم بعينين، بعين قدر وعين شر. فقال الله جل في علاه ألا تحبون أن يغفر الله لكم، هو قال والله لا لا لا, لا أنفق على مصطح، فعاتبه ربه جل في علاه فرد النفق. أنت بعين الشر طبق النبي صلى الله عليه وسلم الشر، فانظر الله يأمرك بالعينين بعين القدر وعين الشر. ماذا حدث؟ قذف وتكلم في عرضك وعرض النبي صلى الله عليه وسلم، الشرع يطبق عليه فعليه الحد، وقد أقام النبي صلى الله عليه الحد وجلده، انتهى الأمر. تنظر إليه بالعين الأخرى أنه مسلم، لابد أن تنظر له بأنه مؤمن وليس بكافر وليس عدوا لك، العدو الحقيقي لك هو الكافر فقط لا المسلم. فتنظر له بعين إيش؟ بعين القدر ترحمه. وهنا الله تعالى أدب أبا بكر بذلك وأمره، فقال لا والله أعود إلى النفق. هذا هو الدين، هذه الديانة، هذا الذي نحتمله. لكننا لا نستطيع أن نقول إلا أن من ينظر يعني ينظر بعين واحدة عوراء، إما للجهل وإما للهوى وإما لشيء وراء استطاعة الله أعلم لما. لكن أنا برجح طبعا في هذا الباب كله الجهل، يعني هذا كله الجهل، لأننا نعلم أن سنين طوال راحت على الفاضي، سنين طوال ما أحد فيها تعلم شيئا، كان كلها مصمصة شفاه وبكاء وتسئيب وسير على الفصاحة بالخطابة على المنابر وانتهى الموضوع. ما من أحد تأصل علميا حتى يعني ينظر يفهم هذا الباب ويعرف كيف يسير في الدائرة الصحيحة الدينية التي بها يكون إذا قام قام لله، إذا قعد قعد لله، إذا نام نام لله، وأن يكون له الضوء الأخضر من الشرع في كل شيء يتفوه به، في كل شيء يعمل به. وإن أخطأ وإن زل يقول أنا بشر لست بملك، وأرجع ولا أنا أكون ذنبا في الحق خير لي من أن أكون إيش رأسا في الباطل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال إن ذلك يحزنه. وهذه إشارة من النبي العدنان أن على المرء وجوبا ولزاما ألا يقع في أمر
يمكن أن يوقع الحسن على أخيه المسلم بحال من الأحوال. وكما قلتم أن هذه المسألة قال فيها بعضهم أنها كانت في أول الإسلام ثم نسخت، وهذا خطأ بين، بل هو على الدوام وليس فيها كما قلنا مفهوم المخالفة هنا مطروح وغير معتبر. الفوائد المستنبطة في هذا الباب: الخبر يقع من منزل ما ينزل منزلة الإنشاء، الخبر ينزل منزلة الإنشاء. وقد قال علماؤنا إذا وقع إذا كان الخبر ينزل منزلة الإنشاء فهذا إيش؟ فهذا أبلغ من الإنشاء. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل المرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، هذا خبر. والإنشاء: لا تسافر المرأة المؤمنة حق الإيمان إلا مع ذي محرم، وهذا أبلغ من الأمر إفرادا. فالخبر الذي ينزل منزلة الإنشاء فهو إنشاء وزيادة، فهو أبلغ من الإنشاء المجرد. وهذا يؤخذ من قول السلام: إذا كنتم إيش؟ ثلاثة. طيب مراعاة، طبعا هو فلا تناجى، ممكن بعض العلماء يقولون لا هنا ناهية فيكون إنشاء، وهي في بعض الروايات جاءت لا فيها جزم، فأقصد جاءت كاملة فلا تناجى بتصحيح اللفظ على أنه على النفي لا على النهي، على النفي لا على النهي. وبعض الروايات جاء على النهي، لو جاء على النهي يكون إنشاء، لكن هنا الرواية التي في الصحيح وهي أكثر رواية ظاهرة أنها على إيش؟ على النفي وليست على النهي. طيب الفائدة الثانية: مراعاة الشريعة لمشاعر المكلف. الله أكبر، من أجل أن ذلك يحزنه، يبقى أنت واجب عليك صريحا ألا تذهب مذهبا يحزن أخاك المسلم. وهذا أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. فانظر النبي صلى الله عليه وسلم يقول، حتى يعني أنت كأن سائلا يقوم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ولو كان ظالما، ولو كان فاجرا، ولو كان فاسقا. النبي صلى الله عليه وسلم في كل سؤال إيش يقول؟ نحن بنتصور سؤال وإجابة النبي، لأن الحديث بأسرها تبين لك ذلك. ولو كان فاسقا، ولو كان ظالما، ولو كان فاجرا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعم نعم نعم. طب وين الأدلة على ذلك؟ الأدلة عموما بالإجمال والتفصيل، أما الإجمال فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كونوا جميعا جميعا، وهذا يدخل تحته البر والفاجر، كونوا عباد الله إخوانا، سلم على من عرفت ومن لم تعرف، فاسق أو فاجر، صحيح ولا لا؟ وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كنتم أهل الإسلام ثلاثة فلا تنجى اثنان دونه، ولو كان فاسقا ولو كان فاسقا، هذا يحزنه فابعد عنه ذلك. فالحق النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك وبلسان حاله، بلسان حال النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلت، ما اشتد النبي صلى الله عليه وسلم على شيء فقط إلا في مسبته. لذلك عبد الله بن أبي الصرح كان قد سب النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كان يكتب له الوحي، ارتد على عقبيه وكذب وقال إن محمدا ما كان يدري ما يكتب له، كنت أنا الذي أكتب له، أعوذ بالله، وكذب كالشيطان. لكنه جاء تائبا لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، فجاء أبي عثمان بن عفان قال: ابن أخيك أو ابن عمك جاء يبايعك يا رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يبايع ولا يبسط يده. قال: ابن عمك جاء ليبايعك، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرتضي بذلك بحال من الأحوال، ويشفع له ويلح عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحى النبي صلى الله عليه وسلم من الحاح عثمان فبايعه. ثم قال للصحابة منكرا: أما كان منكم رجل رشيد أرأيتم انقباض يدي ألا أبايعه فأن يقوم رجل منكم فيضرب عنقه؟ انظر، هذا الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، اشتده الآن، لأن كما قلنا إسقاط النبي إسقاط لإيش؟ لكل الإسلام. عشان كده بقول دائما غيبة العالم مهلكة، أيما مهلكة، فإسقاط العالم إسقاط للشريعة. لما تفعل ذلك وتكون أنت السبب الرئيس في إسقاط هذا العالم؟ الله لن، والله لن يفوت هذا عند الله بحال من الأحوال. إن كنت السبب الرئيس في إسقاط العالم فإن هذا تسقط به الشريعة، فتسقط أنت عند ربك جل في علاه. وأعد للسؤال جوابا، أعد للسؤال جوابا. لذلك النبي كان يقول: أقيلوا ذوي الهيئات العصرات، أقيلوا. لما؟ لحفظ الشريعة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يبيعه، ما أراد، حتى قال لهم: أما كان منكم رجل رشيد يقوم يضرب عنقه؟ قالوا: يا رسول الله لم نعلم، ولو يعني لو بطرف عينك المحت لنا بذلك. قال: ما كان النبي أن أكون له من خائنات أعين، هذا في المسبة فقط، أما في الباقي النظر نظران، نظر شرع ونظر قدر بالرحمة، وأن تعلم أنك يمكن أن تقع في مثل هذا، ستحتاج من يرحمك، ستحتاج من لا يشمت فيك، ستحتاج من يعضدك، يهديك، يبين لك الطريق القويم. كل ذلك يعني لابد أن يوضع في الحسبان، في الحسبان. الفائدة الثالثة: إذا كان التقييد للتمثيل فلا مفهوم. إذا كان التقييد للتمثيل فلا مفهوم، من وين هذا؟
نعم خمسة إذا كنتم ثلاثة، هذا كلام صحيح. طيب الحديث الآخر هو طبعا الإمام نووي يعني لم يأتي به هنا، هو جاء في نفس الباب، ممكن يكون تمام الفائدة فيه، وهو كلام الشاعر على الشعر في المسجد. نقف عند هذا الحديث، أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم ولزاكم الله عنا خير. سبحانك اللهم ربنا وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.